كان عنده أعداء. ماتيو كان عنده أعداء. المسيح صلب. ليه؟ هذا فيك تجاوب أنت عن هذا السؤال. ماتيو اللي صار معه بمختصر مفيد انخنق بحبل، ومن بعد ما خنقوه وجروه علقوه بحبل حديد، ربطوه بشريط الأذان النازل من التفخيتة وتركوه، وصاروا يبرموا الجتي حتى لف الحديد على راسه هيك، وتركوه مدندل إجريه على الأرض. هذا اللي صار بمختصر مفيد مع ماتيو. أنت كنت موجود؟ ما حدا كان موجود بهالحالة، بس نحنا بعدين جينا وشفنا هالفاجعة البشعة. عم نحكي كإنسان، كجسدياً الإنسان، جسد الإنسان، الحالة البشعة، شو بتشوف العين وشو بحس القلب، بس الروح مبسوط. ماتيو، أنت فتت على ماتيو وشفته بهيدي الحالة؟ نحنا فتنا وشفناه بهيدي الحالة، ونحنا شلناه. وما بدي أتوجه لحدا أبداً أبداً أبداً، لأنه كل إنسان عنده نظريته، كل إنسان عنده إحساسه، كل إنسان عنده اعتقاداته ومعتقداته. ما يعني اليوم رافضين أنه تتهموا حدا معين؟ أكيد نحن ما منتهم حدا معين أبداً، ولا بهمنا نتهم حدا معين، لأنه نحن بهمنا الحقيقة، والحقيقة نحن كتير واضحة قدامنا. وضوح الشمس في حبلين انشنق فيهم ماتيو، حبل الخنق أداة القتل، وبعدين أداة التعليق، أداة العرض، عرض الجسد الفاني اللي ما بيهمنا ولا بيهزنا. وين كان موجود لحظة يلي انقتل ماتيو؟ ماتيو كان موجود بسربة، بشقة صغيرة للجمعية إذا بدك هيدي، فما لا يستعمل، ما بيستعملوها لأنه بعيدة عن كل النقاط. فماتيو صار يستعملها هيدي مثل بيت ستوب إذا بدك، بس يكون بدل ما يجي من المعايصرة على أونتلييس تيغير تيابه أو تيرتاح شوي، صار يستعمل هالشقة كبيت ستوب ليلي أو نهار أو صبحية تيروح يرتاح شوي، يرجع يكمل أو على أم النور أو على مراكز الأولاد الأطفال الختيارية. سو هيدي مش شقته وكان مستأجرها مثل ما عم يحكوا حكيم، لأنه هالحكي بيعطي دلالات كتير واسعة لناس تفكر وتحلل، فما حدا يحلل. هيدي مركز للجمعية وما عم يستعملوه كانوا، فماتيو اضطر يستعملها كبيت ستوب تيريح جسده من التعب الإرهاق الإنساني، بس يكون عم يخدم الإنسان من مركز لمركز. ماتيو، هيدا الريبورتاج موجه لكل أصحابك، ولاد خالاتك، ولاد عمومتك، قديم عندك محبين بلبنان، قديم عندك محبين ومتابعين ومؤيدين لكل حياتك، لكل مواقفك، لكل نشاطاتك، إن كان الروحانية يلي أخذتها عن بيك، وإنت مدير قرية الإنسان، كنت خي لكل شاب بقرية الإنسان بشهادة منهم، ولا مرة كنت بعيد عنهم، حسيت معهم، تعاطفت معهم، قويتهم، عطيتهم من روحك، عطيتهم من طاقتك، كل اللي بيعرفوا قدي عندك طاقة كنت عم تاخدها من كل العالم، وأول شيء من يسوع، من إيمانك الكبير. كنت بعائلتك الخي الكبير، أكيد كنت تحرقصن شوي، أكيد كنت تعصبن شوي، أنت الكبير المغلج المدلل، غنوش أمك، غنوش بيك، غنوش خلاتك، ما حدا إلا ما وقف حدك، ما حدا إلا ما دعمك، ما حدا دقيت له آخر الليل غير ما جرب يكون معك ويدعمك، وبس تتعب نكون معك ونقول لك كمل. مع آلامك يا مسيح، مع آلام الشعب اللبناني، مع كل تحديات المجتمع اللبناني والشباب اللبناني اللي عم بعيشه، هو كمان كان عم بعيشه أول واحد، لأنه غير تعبه الخاص كشاب لبناني عم بجرب يقلع بحياته، كمان تعب وأوهام وتحديات وتضحيات كل الشباب اللبنانية من أصحابه لأخواته. ماتيو حبيبي وخيي وخي كل العائلة. ماتيو خي وبي وملك لآلاف من الناس المحتاجين الختيارية اللي على الطرقات اللي بلمهم وبيطعميهم وبيضبهم بالبيت بالجمعية. ماتيو بي وخي لآلاف من الأولاد اللي بيضبهم عن الطريق، اللي ما عندهم أهل، اللاقطين
وبيطعميهم وبيدرسهم وبفوتهم على المدرسه وبياخذهم على المدرسه وبيجيبهم المدرسه، وفي من اولاد بغير لهم حفاضاتهم. ماتيو محامي لكثير نسوان وبنات معنفين من اهاليهم من زواجهم من حيالله انسان. ماتيو ما بعرف شو بدي اعدلك بعد عن ماتيو، كرمال هيك انا بدي اختصرهم بكلمه واحده، ماتيو ملاك على الارض وبلشت رسالته هلا بالسما. عبر ماتيو، ماتيو ما مات، ماتيو ما بيموت وما حدا بيقدر يقتله، هن بيقتلوا الجسد. اليوم كيف حالة أهله لماتيو، أمه، بيو، إخواته؟ أول كلمة بدي أقول لك إياها إنه الله يهنيه لماتيو. بدي أقول له ألف مبروك، نياله سبقنا على درب السما، نياله عبر قبلنا. وخالتي نونو هلا يحيى قاعدة ونايمة على كتفه وعم بتقول له يا عريس مبروك الله يهنيك. ما حدا بيقدر يكسرها لخالتي، ما حدا بيقدر يكسر ابونا مجدي، ما حدا. الانسان الجسد طبيعه الانسان خطيه، طبيعه الانسان خطيه، بس طبيعه الروح ما حدا بيكسرها. بس اليوم اذا بدك، اليوم اذا بدك توجه له كلام حلو لماتيو، قديش رح تشتاقوا له؟ شو بتقول له؟ ماتيو نحن ما رح نشتاق لك لانه انت كل يوم معنا، كل ثانيه معنا، كل دقيقه معنا. ماتيو نحن ما رح نشتاق لك لانه كل ما بشوف ولد عم يضحك رح شوفك يا حبيبي وعبتك وبوسك، لانه بس بوس لهالولد رح كون عم بوسك. كل ما رح شوف ختيار، زلمه ختيار ماشي على الطريق، رح اسمعك اقول لك بتقول لي مورال قولك هيدا عنده حدا، تعال نقرب ونساله. ما رح اشتاق لك تقبرني انت يا ماتيو، لانه بعرف انه انت عندك شغل فوق، سبقت لتبني لنا بيتنا، لتبني بيت العائله فوق، بيت الايمان النظافه النظيف، ما في شيء من البشر، كله روح وطهارة الروح. انت ملاكنا الاول يا ماتيو ونحن كثير بنحبك، ما رح نشتاق لك لانه عارفين انه طالع تشتغل فوق، تشتغل اكثر ما كنت تشتغل هون. عرفنا انه الدنيا ما عادت ساعتك، طلعت توسع لنا فوق يا حبيبي، انا كثير بحبك.